هعمل النهارده رقبه الرومي طاجن احسن من العكه، ومن هلاقي فيها على الاقل لحمه اكتر واحسن من العكه، هديك طعم حلو. عندي رقبه رومي، عندي بصل وتوم وكرات وكرفس وزعتر وبطاطس وطماطم وفلفل حار وبهارات وجوز الطيب ملح وفلفل وكعب مرق وسمسم، هنعملها مع الرز، سمنه او زيت زي ما انتم عايزين ولا يهمكم. هنا بقى ايه الجدعانه في حبه البهارات دي، حبه التوابل دي، حبه جوز الطيب، حبه بهارات عم منصور ابو طلال، حبه ملح وفلفل اهو، ونصلي على النبي. النهارده بنغير في منهج المطبخ، بنعمل حاجات حلوه. حبه من الجوس بتاع الطماطم دي اهو، مش كتير، بتديني كلر حلو او بتديني لون حلو في التحمير. لسه هنستخدمها. نصلي على الحبيب طبعا قبل كل شيء. شوفوا بقى التتبيله دي مع حبه السمن الحلوين، ومين يامن لك مين اهو. وبسرعه بسرعه بسرعه نحمرها في السمنه، نحمرها في السمنه زي ما انتم شايفين كده، بعمل لها صدمه واخد شويه شاي عشان اظبط الطاسه. كده ظبطنا الطاسه، نعمل حبه الرز بتوعنا ونصلي على الحبيب. والله يا بلادنا الله، خليها تتحمر براحتها، انا مش قلقان ولا زعلان. عندي شويه بطاطس وجزر، صلي على النبي يا باشا. نقلب بقى الرز بتاعنا، يعني عايزها لونها براون، يميل للبراون شويه. ايوه 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 ايوه، انت جايبها فور ولا ثري سيك يا عم انت؟ اللهم صل. خدت ايه من قفايا؟ ماشي، شفت بقى يا عم عملنا ايه؟ حاجه سهله وجميله. لازم البصلية بتاعتي هنا تتبل. هنا بقى نطفي على الرز، بنديله الملح بتاعه اهو، وادي الووتر. يا حبيبي طال غيابك ليه عافية كده. وادي البطاطس بتاعتي، الجزر بيتبله، حبة فلفل، حبة ملح، عايز الطاجن ده يتحكي بيه من هنا للسنة الجاية. أنا مش هديله طماطم بوريه، انا عايزه مفتح كده وملون مورط حلو.
كده يا باشا اهو اهو يا حبيبي، طال غيابك ليه يا غالي؟ الله عليك الله. بص يا باشا، يعني ايه ده يا عم ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايوه يلا